السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مستمعينا الكرام، ناخذ معنا مكالمة أخرى من مدينة التونات. معنا سيدي محمد، صباح النور. سمعكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي سيدي محمد جيجي، تبارك الله عليك. الله صباح النور سيدي، الله يبارك فيك. الله يجيك أخويا، كنتسنت لك دائما كل صباح كنصلي في الفجر كنتسنت لك. شوف أنا عندي واحد المشكل، عندي في المصران ديالي. لا إله إلا الله. والمصران ديالي دائما مريض، دائما غير فيه، مرة كنتزير مرة المهم كيقلقني كيدير لي القلق، وزاد عندي تلوسوات، الوسواس دابا بعض المرات كنبقى نتصدى ونعاود نشك. انا هو ذاك السيد اللي كنت عيطت لك ديك النهار قلت لك قهرني هذا الوسواس هذا. اييه. شحال هذه باش عندك المشكل ديال المصران السي محمد؟ ايوا غادي نقول لك هذه خير بي، وهذا المصران عندي كيغرغر لي في المكيكي. عرفتي راسي مره كنقول واش كليت شي حاجه، واش عندي شي توكال، واش تغرغر، وبعض المرات كتوخر ديك الشيء بالكاس كندير التنفيسات بزاف. واخا واش انت مشيت للطبيب على قبل هذا المشكل؟ لا ما مشيتش للطبيب ولا شي حاجه. شوف اسي محمد، الوسواس هذا عنده علاقه بهذاك المصران. خصك تعرف باللي الوسواس عنده علاقه بهذاك المصران اللي من فوق. خلي ديالك الوسواس سيدي محمد هو هذاك المصران. نهار يبرى لك المصران ديالك ما غاديش يبقى عندك الوسواس، واضح؟ وهذاك الاعاده في الصلاه، وبعض ما كنجي نصلي سي محمد جيجي. نعم. مثلا ملي كندخل في الصلاه كنصلي كنقرا ديك اعوذ بك، كنقول اعوذ بك، كنقول بواحد الطريقه جنونيه بان ما خصنيش نخرجها بغض التي هي احسن، ولا مثلا نقيم الصلاه ونقيمها، واضح سي محمد؟ كنقيم الصلاه ونعاود ونكبر ونعاود، المهم كنشك في الصلاه ونشك في الوضوء ونشك في الحياه ديالي. وحاليا بعض الناس كيجي لي واحد الارتجاع في الخوف، كيجي لي الخوف. ودابا انت سيدي محمد كاع هذا الحمل دابا انت هز فوق راسك، جبلته بقال هزو 24 ساعه 24 ساعه، ما قال لكش زعما راسك نمشي نشوف الطبيب؟ علاش زعما؟ انا بغيت نفهم غير هذه، انا فهمني غير هذه وتقوم في الساعه كاع، بغيت نفهم انا غير هذه، ضرني راسي بغيت نفهمها. علاش؟ ولا السي محمد الا بغيتش نمشي نشوف شي طبيب مستشار نفساني حسن، ربما عندي كل مشاكل نفسيه. لا لما تنقولوا حنايا الطبيب، انا كنقصد طبيب نفساني. ياك احسن حاجه، لان الطبيب النفساني غير يحل لك المشكل كلش. اكيد غادي يحل لك المشكل. أو على الأقل شوف نيغولوج، يعني طبيب ديال الأعصاب، لأن دابا أنت سي محمد هذا مشكل اللي عندك. مشكل بسيط، راه عندك هي المصران، عندك ما يسمى بمتلازمات القولون العصبي. فهمتيني؟ متلازمات القولون العصبي هي غادي دير لك اكتئاب وغادي دير لك الوسواس، لأن المصران عندك. عرفتي كي داير؟ عرفتي كي غادي نقول لك؟ عرفتي كيترعد؟ كيترعد الى 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 عطيت. واش عرفتي بومزوي؟ فيك بومزوي، يا الله، ها هي راه القولون العصبي هو اللي نقولوا حنا بالدارجه بومزوي، راه قريب منه. يعني المصران عندك، عطيت مسكين تي في بري، عطيت التليفون عندك، عندك التليفون ياك شي تليفون عندك الا كان تي في بري. بحالك دابا داك المصران عندك تي في بري، ولكن 24 ساعه 24 ساعه مكالمه تبع مكالمه. يعني المصران عندك يعني داير يعني تعبان، انت غادي تمشي عند الطبيب، راه غادي يعطيك ان شاء الله واحد الدواء، كون على يقين، راه ما غاديش تفوت واحد سيمانه 15 يوم غادي يبدا يبان الاثر ديال الدواء، حتى 3 شهور غتولي بخي، غادي هشيت الاعراض، ما باقي كاع تلقى مشكل لا مع اعوذ بالله، تولي كتقول اعوذ بالله وكتنغام فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمتيني؟ تولي بخير وعلى خير، وراه انت اللي كنقرا هذيك الحمد لله عرفت كندير هكا سهلة. شوف الناس يلاحظوا كيقولوا مالو هذا، مالو واش هذا، هو في انتظار ان شاء الله تمشي عند الطبيب. انا نقول لك واحد الكلمه، لما تقول ما باقيش تعاود ديك صافي، راه مره واحده كتقال الا قلتها راه بتخسر لك الصلاه. كيفاش كنعالجوا حنا الوسواس القهري في وسط الصلاه بهذه الطريقه؟ الا قلتي اعوذ، ما عندكش الحق تعاود ديك اعوذ مره اخرى، كتقال مره واحده ياك. فهمتيني؟ غتقول مثلا دابا قول اعوذ صافي، مزيان. دابا عقلك اش غادي يقول لك في الصلاه؟ غادي يقول لك عاودها. ياك. الى عاودتي راه مشات لك الصلاه، غيغضب عليك الله. مع الاسف انقطع لي الاتصال. شوف
الا قلتيها مره اخرى غادي يغضب عليك الله، غتمشي لجهنم. هاي تنقولها لك، قولها مره واحده، راه الله قال لك قولها مره واحده، ما تبقى تقول لي تما اعود 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 ابدا. راه وقف قدام الله سيدي، راك انت في الحضره الربانيه، راه الله تعالى اللي خلق هذا الكون، انت ديك الساعه واقف قدامه غتقول اعوذ بالله مره واحده. لما يقول لك راسك ديك الساعه قولها المره الثانيه والثالثه والرابعه، قولي قال لي الفقيه ما نعاودهاش مره واحده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنقولها مره واحده، الحمد تنقولها مره واحده، لله مره واحده، نعاود نقولها مره اخرى، لا 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 ما نقولهاش. امر سهل حيت هو راه وسواس. دابا انت باقي ما عرفتيش، دابا انت ان شاء الله لما تمشي عند الطبيب غادي يولي يفهمك شنو هو الوسواس. راه انت دابا الوسواس هو دابا انت حيت ما عرفتيش تتعامل معاه، ولا كيبان لك شي حاجه كبيره وراه يصغور، راه يصغور غير واحد التقنيه صغيره بيوري لك ان شاء الله الطبيب مع يعني الدواء، لانه طبعا خصك يعني بعض خصك مغنيزيوم، خصك بيسيس، خصك بيدوز، خصك يعني شي امور يعني شي هرمونات يتقادوا لك ان شاء الله تعالى وتولي بخير وعلى خير. راه الامن غتولي كيجيك بحال كنتي كتحلم السي 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 محمد، واضح. فنبغيك ان شاء الله تعالى انك تمشي عند الطبيب في اقرب وقت من غدا ان شاء الله. انا نتمنى غدا مع 9 ونص تكون واقف عند الطبيب ان شاء الله تعالى، شد الموعد ودخل عنده قول له انا راه عندي مشكل ديال المصران، عندي مشكل ديال هادي، عندي وسواس كذا، وريه المصران ديالك وشوف. كذلك حتى الطبيب ديال هذا ديال ديال هذا ديال الامعاء ضروري، نسيت ما قلتها لك، غاسترو، خاصك تمشي تشوف طبيب غاسترو ضروري. انا نتمنى انك تشوف طبيب الامعاء هو الاول، يعني قبل ما تمشي عند طبيب نفساني سي عند طبيب ديال الامعاء هو الاول، المرض العضوي عادك الساعه سي عند طبيب نفساني، قول له عندي مشكل ديال المصران، عندي مغونفلي، وقول لي شنو عندك تغرغر وكذا، قاعد اش كتحس به كله في المصران، قولوا ليه وقول لي راه عندي حتى الوسواس ديال لي هادشي، الوسواس ماطر عليا الوسواس وكذا الى اخره، باش حتى هو يعطيك ادويه اللي غادي تساعد هذاك المصران انه يرتاح يرتاح وما يبقاش يعني هكا يعني مغونفلي هكا يعني البالون مو عندك كثير في البطن ديالك. وان شاء الله تعالى غتكون بخير وعلى خير سيدي محمد. وكنتمنى كسيدي محمد انك تعاود تصل بيا وتخبرني وتبشرني كما بشرتني لاله ربيعه، تبشرني تقول لي راه فعلا مشيت عند الطبيب وراه استعملت الدواء، وان شاء الله غتولي بخير. سأل الله تعالى ان يشفيك وان يعافيك وان يشفي وان يعافي جميع المسلمين والمسلمات.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.